مشاهدينا وين ما كنتوا، أنا بحييكم مع بداية هالأسبوع يلي بتمنى يحمل معه كتير من الحلول لمشاكل عم بتعانوا منها، خصوصا هي مشاكل يومية حياتية نحن كلنا بغنى عنها، ولكن للأسف بعد ظروف ما عم تقدر توصل حلول، إن كان من ناحية الكهرباء 24 أو وصول المي بكميات أكبر. من هيك اليوم معلومتنا هي التالية: بمعلومتنا لليوم أكيد الإساد يعني وكالة التنمية الأمريكية دولية عم بتقول أنه بفضل هالمعلومات حوالي 1% فقط من المياه المتوفرة في العالم عذبة وقابلة للاستخدام من قبل البشر. يعني قديش هيدا الرقم كتير خطير، فقط 1%، يعني كل إنسان منا بأي بلد اللي كان بيقدر يشتغل حتى يحول المي تكون عذبة وقابلة للشرب، ما تنهدر وتروح على الطرقات وما نعرف كيف أو على البحر. فصار مطلوب اليوم قبل بكرة حفاظ على كل نقطة مي. وبدي أذكركم كمان أنه بدءا من الليلة بحسب ما أعلنته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه الشركة المتعهدة بإنشاء جسر جل الديب رح تقوم بتركيب جسر مؤقت فوق المسلك الشرقي اعتباراً من الساعة 10 من هالليلة، 10 بالليل لغاية الساعة 1 من فجر الثلاثة. وأوضحت بالبيان أنه هالأعمال رح تؤدي لقطع السير على المسلك الشرقي من الأوتوستراد كالتالي: تقسيم المسلك الغربي لقسمين، يعني بيصير مسلكين نحو الشرق باتجاه جوني واثنين نحو الغرب باتجاه بيروت. اعتباراً من الساعة 11 ليلاً رح يتم تحويل السير باتجاه بيروت على طريق البحرية كالمعتاد. وأكيد هون على المواطنين يتبعوا كل إرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وعلامات السير الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام. برجع بقول بدءاً من الليلة من 10 بالليل للساعة 3 الفجر. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 باخذ أول اتصال. ألو ألو ألو، بونجور بونجور مدام. بالنسبة لمدام روبيك كنت أحكي معها. ايه تفضلي مدام. بدي اللي هون الحزمية، نعم، حد شارع مار بطرس وبولو، نعم، المي ما عم تجي لعنا أبدا، من تلفي من تلفي بقولوا عم نبعثها من الأربعة لاثناش، من الأربعة لاثناش ما عم تجي أبدا، وإذا تجيت بتجي 10:30-11 بيقطعوا 12. أول امبارح ما قشت بالمرة، وبس تجي بتجي تنقيط، عم نضل نشتري مي وبنقول لهم بقولوا نحن عم نبعثها. بالنسبة لقيتهم بمجرد يعني بالنسبة لقيتهم إذا نقطت نقطة وصلت المي كأنه نقطة مي بتطلع على الخزانات وبتعبيها، وساعة وساعتين ما بيعملوا شيء 100%. لقلك شغلة، للتقنين في تقنين، لقلك كميات المي السنة كتير بقلك لا، بس مش لدرجة إنه توصل ساعتين نقطة نقطة وكل ما بعرف كم يوم. هيدا شيء مش طبيعي، أفضل ما يعطوه لأن ما لا فيكم يعني كأنه ما عطوه شيء، كأنه ما عطوه. خليني اشوف اذا في شي مشكلة او ليش ما في قوة ضغط بالمي، يعني هذا البدن يستوطحه من المي، عرفتي؟ قديش إلها هيك؟ قطع الخط. كمان بالرابية بطلعت شارع الحاكم مصرف لبنان عم بيقولوا انه تاني بناية، هلا اول بناية ما بعرف، بس تاني بناية كانت عم تجي المي بشكل كتير قوي، يعني ما عايزين مي اطلاقا. من 20 يوم لليوم انقطعت فجأة المي اللي كانت عم تجي بكميات هائلة، صارت ولا مي، يعني ولا نقطة، يعني لا هيك ولا هيك. الشركة مع خبر، وأنا من الأشخاص اللي بعثت لهم هالشكوى وتواصلوا معها، للست اللي اتصلت تواصلوا معها بطريقة أنه حدا حكيها من الشركة، وهي كانت المسؤول على المنطقة طلع شاف الأصل وفل، بس الناس بعدهم بلا مي، ما عارفين كيف كانت كتير تجي كيف دغري وقفت، لهلأ بعد مش عارفين. اتصال. ألو ألو تفضلي.
الو تفضلي. بونجور. اهلا كيفك؟ الحمد لله. يا اختي بوادي شحرور صرنا جمعه بلا مي كمان؟ ايه من مشروع الدلبه، وكل يوم بيقولوا لنا بنبعت لكم اياها ومش عم يبعتوها. قلنا جمعه. السفلى ولا العليا؟ لا الوادي العليا. العليا. اعملي معروف. بلغتيهم يعني بلغتوا المي؟ ايه حكيناهم وكل شيء، قالوا لنا ايه بدنا نبعت لكم المي وما عم بيبعتوا لنا اياها. اذا بتريدي. اهلا وسهلا فيك. ماشي. يعني كمان تنضم وادي شحرور للمناطق يلي ما عم توصل لها مي ولا مش عارفين ليه اطلاقا. كمان اتصال. الو. الو. تفضلي. الو بونجور. بونجور. مدام ريبيكا؟ نعم. بخصوص بدنا نحكي معك بخصوص هون منطقة السبتية، الكلاب ايه؟ معبيين الدنيا. كلاب الشاردة يعني؟ نعم. الكلاب الشاردة؟ ايه، يعني كلنا عم نخاف من هون وما حدا عم يسترجي يظهر من بيته. انتوا باتجاه دكوينة أو الجديدة؟ نحن باتجاه السبتية. بعرف، بس وين بتدفعوا؟ جديدة ولا بلدي ولا دكوينة؟ مستشفى بيطار، صوب مستشفى بيطار. طلعت مستشفى بيطار؟ ايه هونيك عم بيضلوا الكلاب بشارع عين الشيخ، رايحين جايين والعالم مش عم تسترجي تظهر من بيوتها، يعني منه منطق. وصرنا حاكيين كثير، قال ايه رح نظبط الوضع، وبعد ما شفنا شيء. مع مين حكيتوا؟ حكيين مع مين؟ مع البلديه. اي وحده؟ وعم ترد علينا كمان. اي وحده؟ اي وحده؟ من هذا عم بسالك اياه، لانه هونيك على حدود. عم بيردوا مدام. نعم. أنا عم بسألك سؤال، سألتك من الأول. نعم. أي بلدية، جديدة أو الدكوينة؟ لأن أنتوا على الحدود. نحن جديدة. جديدة، أوكي. أوكي. ما عم بيردوا علينا. أوكي، صراحة. أنا بحكي معهم، كمان إذا اتصال. تكرمي تكرمي. مدام ريبيكا عم نخاف كثير. أكيد بفهمك بفهمك. أنا يعني رح أحكي رئيس البلدية. أنا كنت حابة أعرفه لأنه السبتية على الحدود بين جديدة ودكوينة، كنت بدي أشوف إذا أي اتجاه منهم. اليوم بحكي رئيس البلدية. واضحة واضحة واضحة. بدي آخذ اتصال آخر. ألو. عن بيروت. إيه تفضل مسيو. عم بحكيك عن منطقة إقليم التفاح. نعم. الكهرباء مش عم تجي الا 140 150. اه فولتاج واطي؟ فولتاج واطي، ما بدور شيء عيني. وين باقليم التفاح؟ هونيك بمنطقة بسرة، ما حدا عم برد علينا. بمنطقة بسرة؟ بعتقد منطقة بسرة هيك اللي بعرفه. لا أنت وين ساكن؟ أنا بجرنايا. لكن أنت عم يعني بجرنايا عم توصل كهرباء فولتاج 140. نعم. كلها. منطقة كلها عم تجي خفيف الكهرباء مدام. اوكي، بس انا بدي اخذ من مطرح، عرفت؟ اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. بونجور مدام ربيك. بونجور. يعطيك العافية. اهلين. عم نحكيك من الفدار نجا كامل. من الفدار، اهلا وسهلا. نحن المي مقطوعة من اول الصيفية، ما عم تجي نهائيا. كل جمعة عم نشتري ستان، بس بالفدار على الواطي تحت عم يبعتوها المي، بس عنا هون بمعنى ما عم تجي نهائيا. يعني الفدار على العالي؟ مضبوط معيتي، يعني المطرح ما نحن موجودين. وين؟ شو اسم الحي؟ نعم. بأي حي؟ الحي معيتي اسمه حي السيدة، يعني حي السيدة؟ نعم. إدي إلى ما أجل؟ مقطوعة من أول السنة، كل جمعة عم نشتري ستان وما ما عم تجي نهائيا. ليك حتى اقول من اول الصيف، يعني ولا نقطة، يعني في فرق اذا بتجي خفيفة شيء. نعم. وما بتجي بالمرة شيء تاني. عم تجي ولا ما عم تجي ابدا؟ شو؟ نعم. ما عم تجي ولا نقطة او خفيفة؟ ولا نقطة. ولا نقطة ما عم تجي عنا. اوكي طيب. اوكي كمان اتصال. اليوم هيئته حلقتنا مي. كمان اتصال. الو. الو. في حدا على الخط بس ما بعرف ليه مش عم يسمعني. الو. ايه اهلا. اهلا. ايه يعطيك العافيه. اهلين. نحن في موتيات على الكهرباء، تسمعيني؟ كثير منيح. في موتيات على الكهرباء، صاروا هلا الموتو صارت كميون على الكهرباء، كانت موتو على الكهرباء صارت كميون على الكهرباء، وبتلاقيهم بالطريق. وشي غريب شي عجيب، واختار بشكل مش معقول. لك مع مين بدنا نحكي؟ مع قائد الدرك؟ مع قائد السير؟ مع قائد الشرطة؟
يا خي لم بيني شو هي، هو كميون هو موتسيك مش معروف شو هو على الكهرباء. وهلا شو صاروا عم يعملوا؟ صاروا بيحملوا كانه عم يحملوا مال بنايه وهي موتور على الكهرباء. يعني ما بعرف وين بتمشي هيدي، ما بعرف منين جايبينها، ما بعرف. كل العالم تعرفها وكل العالم عم تشوفها، كانت موتور على الكهرباء انه اوكي. هلا بتلاقيها بيك اب على الكهرباء لقلك شيء، هلا محملة بتلاقيها محملة بنايه. لقلك شغلة، يعني بفتكر أسبوع الماضي انطرح أنه رح نبلش على الكهرباء، سيارات على الكهرباء. وهلأ ما بعرف إذا صار في منها بلبنان. هي شو شو بتضايق يعني؟ شو تضايقت؟ شو اللي بتضايقك؟ مدام شو ما خطرها أو شو سلبياتها؟ ما بتمشي بيمشي مع السير وهي ما بتمشي. هذه معمولة للجبال، معمولة لشي مناطق بعيدة، مش مناطق فيها عجل السير. أوكي، ليك بدي أستوضح منهم هودي السيارات على الكهرباء، لأنه هلأ رايحين نحن على تكنولوجيا جديدة، يصير عنا سيارات كهرباء مش بس بلبنان، في بعض البلدان بلشت فيها، بلبنان بلشت ينحكى فيها. بس خليني شوف شو يعني نحكي عنها أكتر إذا بدك، لشوف شو قضيتها. كمان اتصال. ألو، فاصل ومنتابع. تابع الحلقة عنا عبر الام تي في وبمتابعتنا. بدي اقول اللي اتصلوا فينا ويلي بيستفيدوا من الحفاظات، اذا بقدر سمي، من وزارة الشؤون الاجتماعية، انه انحلت المشكلة، وكانت يعني اسبابها حتى سمحت وزارة المال بصرف المبلغ المعين يلي كان مقرر لشيء اسمه بالوزارة استكمال لاستكمال، إذا بدي أقول المال المحجوز كان لشيء اسمه خدمات، يعني مساعدات خدمات متاخمة اللي فيها كمان من ضمنها هي الحفاظات. بقية الخدمات كانت موجودة. قضية الحفاظات لأنه الوزارة بتشتري، ما هي ما عندها، هي بتشتري من الأركانسيال، بتشتري من جمعيات، ولكن حتى انصرف لها المبلغ من قبل وزارة المال، هلأ رجعت الأمور لنصابة، وبيقدروا كل المستفيدين بأي مراكز من كل المراكز يستفيدوا. هلأ بفترة كانوا عم بيقولوا لهم أنه طلعوا على بعلبك أو على جنوب، مش لأنه بعلبك وجنوب مميزين، لا، لأنه بكل مراكز الشؤون الاجتماعية مفروض تتوفر كل الخدمات يعني. ولكن جبل لبنان أكتر شيء بمراكزه الثلاثة في استهلاك أكتر من هيك، في مراكز بقي عندها فائض، في مراكز ما عاد عندها. اليوم في يقول وطمن أنه صاروا موجودين بكل المراكز، يعني كل يلي حكيوني صار فيه يتوجهوا لأي مركز من مراكز الشؤون ويقدروا يستفيدوا من الخدمة هيدي. بدي أذكر كمان بالنداء الإنساني اللي عملته الأسبوع الماضي، مشان ست عندها عملية لمي زرقاء. في كتير ناس جاوبوا مع النداء وأنا بشكرهم وبفتكر تواصلوا مع الست، ولكن في أشخاص حابين يساعدوها ولكن ما يعني ما تركوا لنا أرقامهم لنقدر نعرف ونساعدهم كيف ممكن يتواصلوا معها. يعني من بينيتهم الأستاذ فؤاد يلي أنا يعني ما رح أقول اسم العيلة، ولكن هو بيعرف حاله إذا عم يسمعنا، ترك لنا ثلاث حروف من رقمك. إذا حابب بالفعل إنه بعد تساهم مع هالست، فيك تتواصل معنا نعطيك الرقم الكامل، فيك تتواصل وتساعدها. وكمان بدي أذكر بحالة الشاب يلي عمره 17 سنة يلي عنده سرطان بالغدة، يلي الخزعات يلي انعملت بالأساس وكلفت ما تناسبت، اليوم خيه هو رح يعمل هالفحص، والكلفة الفرق الضمان 30,000 دولار. هن ما عندهم إمكانيات، رهنوا البيت هذا اللي كانوا يقدروا أكتر شيء يقدروا يعملوه، هن بحاجة أقله ليكملوا فرق الضمان. وأنا بتمنى إذا الخي عمل هالاختبار هيدا وتناسبت مع خيه، بكون يعني عم يعمل عمل كبير، عم يرجع يعطي خيه فرصة بالحياة، ومنكون نحن إذا ساهمنا بتأمينها 30,000 دولار عم نعطيهم كمان فرصة لإلهم لتنيناتهم
انهم كمان يكملوا حياتهم بشكل طبيعي. باخذ اتصال. الو 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 تفضل مدام ربيكا. نعم. شارع البدوي بالأشرفية. نعم. فكوا اللمبات من شي 4 أشهر، لمبات البلدية كلهم بالليل. ايه. حطوا عواميد جديدة. اوكي. اوكي. وما نقلوا لمبات العتيقة جديدة، وبعده الحي معتم. شي بقرف بالليل يعني. بكره بنحكيه على بلديه بيروت ما هيك لما اي فوق البلديه يعني قبل وزاره الطاقه لفوق دغري زاد الشارع. اوكي. يعني شارع بنك بيروت اللي بفوت من بعتقد هلا ني صاروا عم بيركبوا اللمبات لانه انحلت المشكله. بتعرف هي مشكله دائما مناقصات بتصير والتزام بيتجدد. بفتكر انحلت هلا وراح احكي رئيس المصلحه. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. كمان بدي انتقل لموضوع النفايات ببيروت. للأسف يعني وصل لي فيديو بتشوفوا اللي بعت لي اياها، بيقول فتشت كتير على حدا يساعد بحل هالمشكلة، ما حدا عم برد. هالنفايات عم تتجمع يوميا على حيط مستوصف دار الفتوى بمنطقة عايشة بكار. ما في من يمنع النواطير أو المحلات المجاورة برمي هالنفايات أو يقولوا ممنوع رمي النفايات على الرصيف. راجعوا شركة رامكو تيحطوا مستوعبات، قالوا ما بنقدر لدواعي أمنية. راجعوا البلدية ما كانوا عم يسمعوا شيء. اليوم بدهم حدا يوقف هالمنظر البشع والتلوث بمنطقة عايشة بكر، خصوصا بالليل نفايات عم تتكون بكميات كتير كبيرة، وإن شاء الله يكون في استجابة من المعيب نكون بمدينة بيروت العاصمة أولا، ثانيا على حيط مستوصف يعني مركز صحي، ثالثا تابع لدار الفتوى يلي منجلها ومنحترمها. يعني هالناس اللي عم بتروح ترمي هالزبالة هيك عشوائيا، هيدا شيء مش مقبول لا أخلاقيا ولا مدنيا ولا إطلاقا. يعني بتمنى يكون في حل لهالمشكلة هيدي. كمان اتصال. ألو. تفضل. إيه بونجوري. بونجور. بس فانا اول شيء بدي حطك بدي ضحكي اذا بتريدي قديش بحق، بس ما نضحك نبكي، لانه بهالايام بهالايام مضحك مبكي، ما في ضحكه بدون بكي مقابيله. ما قد ما بكينا انجبرنا نضحك. هلا في شغله خبرتك انا بجوعيه الماضي. ايه. بالنسبه للدوره ولو بالليل ولا مش حل نسمي الاسامي المحلات، معي خبرها انت. بتقدروا من دقنا ال 112 أفش ديتا بفلوا عن الطريق، بيغيبوا ساعتين ثلاثة شوي بيرجعوا. في حدا عم بيلقمون إياها العملية، وكل شوي بيقولوا لنا بعت لك دورية بعت لك دورية. أوكي. ما حدا عم بيطل، بس في التليفونات عم تشتغل بيناتهم. يعني يلي عم بيشتغلوا بالتليفونات بدهم يحولوا المنطقة موبوءة ولا أخلاقية، هيدي يعني مش رح نقبلهم فيها، مش هن اللي بيقرروا. في احترام لسكانها، وهيدا مش المكان المناسب للا اخلاقيات. معك حق معك حق. مضحك مبكي، منغطي على الشواذ، منغطي على اللا اخلاق، منغطي على تحويل مناطق سكنيه الى مناطق موبوءه. هيدا شيء مش مقبول لا من الناس ولا من المعنيين. كمان باخذ اتصال. للحقيقه يعني نحن عم نتواصل مع القوى الامن وبنتواصل مع البلديات، وهيدي مسؤوليتهم، ولكن مسؤوليه الناس كمان. اذا الناس ما هي ساعدت القوى الامنيه، واذا مش هي ساعدت السلطات المحليه هي البلديات، ما ممكن نلاقي نتيجه. يعني بدنا نتساعد مع بعضنا لا نلاقي حلول لقضايا بتنحل بطريقه كتير سهله. يعني لا بدها تمويل ولا بدها شيء، بدها قرار. بدنا نحن نتعاون، بقدر ما منتعاون بقدر ما منلاقي ايجابيه بكل الامور بكل الامور. بذكركم بالتليفون 0444444. باخذ اتصال. الو. يعطيك العافيه. اهلين. معك من بعلبك بيت بيتروني. اهلا باهلي بعلبك. ايه. مع شهر وشوي جايه حمرة كتير،
مية الشرب يعني. نعم. ونسينا لهلا مع المي كلياتي حمراء. طيب. وصرنا طلعنا على شركة المي وما ما قدرنا نروح اشتري مي. قلت له ما مشترك أنا عندك، كيف بدي أروح اشتري مي؟ ليش عم تعطيني مي حمراء؟ أول شيء ببعلبك بقلب المدينة يعني؟ أيوة صحيح. لأقول لك شغلة، أول شيء هيدا اللي جاوبك بمصلحة مياه بعلبك إنه روح اشتري مي، خلي يخبرنا هو مع مين متفق مع أي ستار حتى نروح نخبر النيابة عامة عنه. هو بده مفروض يقول لك رح نحاول رح نشوف شو القضية ونكشف عليه، مش يقول لك روح جيب ستار. متواطئ مع مين هو؟ هاي اللي صارت والله يا اختي، هيدي المشكله. صرنا شهر وخمس ايام او سبعة ايام لسينا على هالموال، لساها مي حمراء عم تجي. والله صراحه انت اول شخص بيحكيني بعلبك وبيقول لي انه المي حمراء. نحن عم نجرب، نحن عم نجرب نتصل على طول، الخط مشغول مشغول مشغول. خلص هلا علقت واتركها علي. طيب اهلا وسهلا فيك. بحق لهم اهالي بعلبك يشربوا مي مثل كل الناس، مي نظيفه. اذا فيها لون احمر يعني مفروض يصير فيه يعني اليوم المؤسسه قبل غيره مفروض تروح تكشف تشوف ليه حمرا المي، شو داخل على المي. ما بعرف اذا حد المي في شيء معمل في ملونات، ما بعرف بتصير، بس ما فينا نغض النظر ونروحوا على الستيرن. ليش مية الستيرن انظف يعني؟ كمان اتصال اخر. الو 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 تفضل. بدي احكي مدام ربيكا. معك معك تفضل. ايه يلا معك. ألو. اهلا وسهلا تفضل. الو مدام ربيكا. نعم كيف حالك؟ الحمد لله. عم نزعجك نحن؟ لا ابدا ابدا. عم بيزعجك بدك تطولي بالك. انا ما حدا بيزعجني يعني، لانه في عندك منظر على في عندك هالمنظر يلي على شط بيروت من المنارة. نعم. من المنارة للحمام العسكري. اي. ولا العين المريسة بتلاقي هالزبالة هالقنينة هالكياس النايلون هالبطيخ هاللوز هالسمك هالاشكال. والله يا صديقي ضويت علي الاسبوع الماضي بالصورة يعني ما في حل بلدية وبالصوت وقلنا هود الناس اللي عم ينزلوا بتكب الزبالة. معك حق، هيدي منطقة رائعة ببيروت يعني الناس بتقصدها لتتمشى لترتاح مش لترمي يمين شمال، وحطيت الصورة ونبهت. على كل حال رح نرجع نتابعها صورة اليوم نشوفها سوا. صورة اليوم بيسيكلات بين السيارات هيك شوية خطورة يمكن، ولكن ما في يقلن اللي ما عم بيروح على البيسيكلات ما يحط كاسك على راسه مثلا. ببلاد العالم في خط خاص للبيسيكلاتات صراحة، عنا بلبنان هيدي خطورة كتير كبيرة على السلامة العامة، ولكن مع غلاء البنزين وعدم إمكانية الشباب يشتروا سيارات بدهم أكيد بيسيكلات. نلتقى بكرة، إلى اللقاء.